في بيتنا الكبير يعمنا السعاد ونجومنا تنير سمانا والبلد. في بيتنا الكبير يعمنا السعاد ونجومنا تنير. شخص هالساعة يقولك الرجال إذا جاي شخص لازم يسوي حركة هاي. ليه حر ما أدري تحط كحل. حلو. أنا أتحداك لو حر ما تحط كحل لازم تسوي كذا. حلو. يدخل فمها ما أدري. طيب والرجال. الرجال سوي كذا. ما حد سألك والله. طيب مساعد حسن. هذه من النقطة. بدي خلنا شخص على مراية. اصبر مساعد. تدري شو إيش أخص شيء إنه يشطف شماغك. أيوة. معلاق. ايوه يتنتش يقول لك لا تكفى فكر ليش لا تسحب لا لا والله بقطع لا خله هو كذا موديله يقولك شو اسمه امريكيه نزلت صوره وحده تقطع شماغ زوجتها حلو قالت اوفى النساء العربيات ليه تبكي على ريحه زوجها الله هي تقطع له حلو سعد حلو تمام حكم اليوم وين نبدا هنا البربيس ترى البربيس مع ابو سعد يا جماعه الخير يا اهلنا وحبايبنا انت دراك انك طالع هواء اصلا خلاص صراحه النغمه مو بشرط بلا بدنا ولا لا باقي 10 ثواني ونطلع هوا ان شاء الله 10 ثواني يلا باذن الله شوف وش تبغى نقول في البدايه ايش ايش باقي 10 ثواني نسلم نقول باقي دقيقه على الهواء دقيقه ايه ايش تبغى نسوي نسلم على الناس نقول لهم ايش اخباركم شو علومكم خلاص نسولف معاهم شو مسوي امور تتوقع الناس رايقين سوالفنا اختبارات وقهروش بالعكس هم بحاجه ايش رايك نسوي مشهد باختبارات اذا طلعنا هوا نسوي مشهد ايه خلي بدايه ايش اسمه اذا قالك 8 9 10 نبدا بمشهد مخرجنا كم باقي على الهواء ايه انا طالب كسول حلو يقول باقي 5 دقائق على الهواء ايوه لا 5 دقائق مد ام هاشره ودقيقتين مد فاصل ايش اسوي الان مو معطني المشهد انا طالب كسول وانت طالب مجتهد طيب حلو وانا اعطيك وجهه نظراتي مو نظراتي خطبايا قاعد تكلج الان الحين من المجتهد انت المجتهد لا واضح انت شس انا الدفور كلام واحد مجتهد الله ما تروح قلوبنا الا راضيه عنك وكذا هذا الراب القريه الراب القريه الراب ايش معناها مو بالانجليزي بالانجليزي ولا بالعربي 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 عراب يعني صاحب الكلمه السهل الممتنع ما ندخل في الامور هذه الان طيب انا طالب مجتهد 3 دقائق على الهواء ايوه ابو سعد اخلص علي المشهد يبغى له شماغ ولا ما يحتاج ها لا مشهد يا ولد ما ابغى تكفى سامح بدأنا باقي 3 دقائق ايوه اسمع انا بكون هناك وانت هنيا حلو وانت مجتهد انا اقول لك وجهه نظرتي وجهه نظرك في وجهه نظري ككسول كزحف طيب. وش انا مستفيد منه حلو وانت قل وجهه نظرك ك مجتهد ووجهات النظر بعدين عاد نتكلم عن موضوع كامل خلاص يلا. اذا قال 8 9 انت خليك هنا وانا هناك دقيقه بس ما ولا ما يحتاج اي الاسماغ الدافور اي دون عقال وانا وشلون؟ فهمت انت زاحف بكريه يا زاحف بكريه ولا اي صح لا الطالب ما يلبس دقيقه كذا؟ كذا انا لا هذا سبيكه لا 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 نبغى طالب مجتهد طالب. مجتهدين هذول على عيش مجتهد كذا ايوه هذا بعزاء لا والله كذا مجتهدين سوي كذا كذا اي حلو سوي كذا ايوه حلو انا قلوبي ب 1500 تبي قلوب بريال لو في قلب يحط القلب بريال هنا حلو أيوه؟ يحل حل 30 من 30 وانت معك قلب 75 ريال اي وانت زين قدام يعزي انت عارف والله طيب. يلا خلي يقول 8 9 يلا دقيقه انا مسوي تسمع مغربي ها الله اكبر شوف جزء من المشهد حقه المشايخ برشامه بحطه اوه برشيم والله توجت على بالي الفكره ذي يلا باقي 40 ثانيه وين اجلس انا انت هناك عند الابيض ايوه وانا انت الحين تدخل علي في المدرسه ولا وين؟ ها؟ تدخل علي في المدرسه؟ لا حنا بالبيت اخوان حنا ولا اخويا؟ ما حنا اخوان حنا اي شيء بالله لا تدقق خلاص مشهد جاز على ما هو عليه لا تدقق اخو شلون؟ 10 9 8 7 6 5 3 2